السلام عليكم. السلام. وجدتي لينا داكشي كثير هذا النهار. انا جدو العشاء ان شاء الله. ان شاء الله. شنو عندنا في هذا العشاء؟ عندي واحد فطيره كبيره غنعمرها بهذا الشيء ان شاء الله. نعطيك المقادير. وشي بعض المرات كنديرهم غير فرديات، دابا غادي مختصر باش ندير واحد باش دغيا تجد. وحنا دابا درناهم بالحوايج اللي عندنا موجودين في الدار. عندنا في الدار حتى هما كذلك يلتزموا بداكشي اللي عندهم موجود في الدار. دابا ممكن نخرج بزاف داكشي اللي كان في الدار سنتغداو ونخرجوا فيه حاجه اللي هي بزاف. اي وفي نفس الوقت كتكون شي حاجه اللي هي كتشبع يعني. اه العشاء ولا غدا ولا دار ولا حاجه كتشبع دار. اه واش عندنا؟ عندي ان شاء الله هنايا نسكنوا الفورس. دابا نبداو بالعجينه ياك؟ نبدا بالعجينه. واخا نسكنوا الفورس. نسكنوا الفورس. عندي واحد الدانون السوس بلا سكر. بلا سكر. عندي هنايا شويه السكر. عندي هنايا شويه ديال الملحه. ماشي الملحه، الملحه. اه شويه الملحه. هذه هذه خميره، شويه ديال الخميره. قبصه ديال المعجونه ديال العجينه ديال الحال. درتي غير شويه ياك؟ بس غير شي شويه هي. ايوا هادشي اللي كان. شويه ديال الزبده، واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه ديال الحليب غبره. اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليه ياك. اه ماشي شويه ديال الحليب صافي. بلاش بلاش كاع ولا تعجن بالحليب. بلا انا غنعجنها بالماء بالماء دافي. عجنها بالماء دافي الا كانوا يعجنها بالحليب بلا ما يديروا. اه الا كان تعجن بالحليب بلا ما ديري هذا الحليب غبره. هادشي اللي كان. ايوا هذا بالنسبه للعجينه. والحشوه، الحشوه عندي هنايا واحد شويه ديال لدند هو ولا الدجاج. انا درت هنا لدند قطعته طريفه. اللي ما عنده لا هذه لا هذه يدير شويه الكفته سيتها. اللي ما عندوش لا كفته لا لدند يدير غير الخضره ولا طريفه ديال اللحم ولا المهم اللي كان. ما كاينش غير دير غير الخضره. شحال الخضره مزيان وتنسميها كتحتاجها كتجي زوينه. عندي هنايا شويه ديال لدند ها هو على حسب قياس. عندي هنا واحد البصله مشلضه. عندي هنا جوج فلفلات، وحده حمراء وحده خضراء مشلضين. عندي هنايا واحد مطيشه مشلضه، شويه ديال المعدنوس. عندي هنا واحد بطاطا، هذه جوج بطاطات صغار مهيان ولا وحده كبيره على حسب. شي ماشي ضروري قياس هو هذاك. عندي هنا شويه الثومه ورق سيدنا. صوص تقريبا كبار. اه هي كتبغى شويه الثومه. وهنايا واحد الورقه ديال سيدنا موسى. هنايا عندي العطريه، هنا عندي التحميره، الخرقوم، وشويه ديال السكنجبير، شويه ديال البزار، شويه ديال الحار اللي بغاه، شويه الهريسه الا بغيتي الهريسه ولا الحار. انا غادي ندير هنايا السودانيه، شويه السودانيه، لان عندي هنا الزيت من السماء شويه حاره. هاي عندي الزيت اللي كنت فايته درتها راه موجوده في القناه. اي غندير هذا الزيت هذه ديال الحار والقزبر وهاداك الشيء فمن السما زوينه. وغادي ندير هذه ديال هذه يا زيرو فيها الزعتر والزعتر يا زيرو. الاخرى راه خليتها هذه خاص باللحم. الثالثه ما حطيناهاش حيت هي مخصصه بهذا داك الشيء معسل. نبداو ان شاء الله. بسم الله. نبداو نبدا بالعجينه باش نخليوها ترتاح. باش نخليها ترتاح وعاد نرجع لها نشحر هذا الشيء ان شاء الله. بسم الله. ماما. اه بسم الله. انا غادي ندير هذا الشيء الفرصه مغربل. بسم الله. دابا بالعجينه باش نخليوها ترتاح. اه باش نخليها ترتاح عاد نبدا نشحر داك الشيء. نبدا نشحر البصل. بسم الله. ندير هذا الدانون. ما بغاش نحيدوك. بلاتي صافي ديري على خاطرك. الزبده حتى هي ندير كلشي في مره تي كلشي في مره باش الماء غنديروه بالتدريج ياك. اه الماء غنبداو نخوي شويه بشويه. السكر الملح راه عارفه قياس. هذه خميره شويه كنا غير قبيصه ماشي معلقه ولا نص معلقه. هي شويه صافو. غادي ندير الماء نخلطو شويه هنايا نديرو في حيت اترو لا روب الماء ياك. اترو لا روب الماء. ولكن عينك ميزان حيت كاين عاوتاني فورس لي ما نخلط باش نبقى الدوب حيت ما نعرفش القياس ديالو ملي كندورو الماكينة. شتي
صافي باش تخليها غير دلكو. باش تخليها غير دلكو. هانتي شتي صافي ماما ركبتيها. صافي ركبتيها. خليها دابا تدلك. صافي خليها تدلك. كديتها في العجينه العجينه تحت. العجينه درناها باش ترتاح. شوفوا ها هي خليتها هنا حتى ترتاح. على ما نوجد حشوه غادي ندير هاد البصله. لا انا ندير شويه الزيت هنايا باش ندير البوطا. درنا شويه ديال الزيت البوطا ودرنا شويه ديال الزيت. ندير دابا البصله. بسم الله ندير البصله ولا داندو وشويه الثومه حتى تشحر مزيان وشويه الملحه حتى تشحر مزيان. عاد ندير العطريه باش ما كتحرقليش العطريه. الفلفله تشحر هنا بوحدها. ندير شويه الزيت جوج معالق الزيت. صافي هادشي اللي كنديرو. شويه الملحه حطيناش الملحه قبيله. ما حطيتش الملحه قبيله فاش كنت كنحط المقادير. وهنا شويه الملحه. صافي خلينا هذا تشحر. غادي تشحر بجوج شي جوج دوليات دقه واحده. انا غادي ندير شويه ديال الثومه. خوف هاكي هاي شويه ديال الثومه هنا شويه هنا. كفتي اللي غتخلطيهم ماشي مشكل. ماشي مشكل غير المهم باش يتمسمو مزيان وما تيتشحروا. يتمسمو مزيان. انت دير اللي عندك ديال الثومه وورق سيدنا موسى من بعد بلا تحتي تشحروا مزيان باش ما كيتحرقوش. كطيح البصله كندير اللبن. كطيح البصله كندير اللبن. ساعات كندير شويه ديال داك الثومه اللي انا خليتها. الثومه اللي خليت كندير العطريه. لا داروا الكفته ما يديروش. لا الكفته لا تجيش مع السكنجبير. شويه ديال التخيار. صافي حطو شويه مزيان. نحاول نقلب على شي نسيم باش نفكر كيفاش ندير التحكم فيه. هادي تاهي راها وجدات. هادي هي كتشحر بوحدها الحدات. عندي لها والد غير الملحة والثومة. صافي ناقص وقيلا. لا ناقص ها صافي وجدت كيف هادي ورق سيدنا موسى. أنا غندير هنا سيدنا موسى داك الزينة. ندير شوية ديال المعدنوس. المعدنوس دابا نسدو على هاد الكيك. دابا داك الشحر من الشحر غادي معاه شويه ديال المعدنوس. غادي ندير هاد الماطيشه. دغيا تسدي عليه. ايوا غنسد عليه. دابا شويه غنسد عليه.
هي الزيت من السماء باش هذا الشيء يعطي مذاق زوين. صافي نسد عليك دابا الفراغ غادي ندير واحد هذا نزيدو عليه ما حدو فيه الماء ماشي نخليه باش شي طيب باش ما نضطرش نزيد الماء. دابا هذا غير الماء ديال المطيشه وديال الفاصله هي اللي غادي تخرج. صافي غنغطي عليه ونخليه حتى يتحيد ان شاء الله. ها نسيتي البزار، ها ندير البزار باش نسد عليه الماء نضربو على هاد باش يبان ليا شحال بزاف. شتي كما فكرتكش كنت تفكرين على شي حاجه تفكرين شتي كي جات عطيها ريحه زوينه ما عندك الصحه. صافي دابا ترجعي تسدي لي نقصي عليه البوطا و غادي نسدي لي نقص البوطا نخليه يطيب مزيان. هي الزيت بوحدو حيت ما بغيتش نديرو معاه غادي يتعجن ياك. صافي خليتيه شويه ديال الشحال. دابا غنطفي عليه. صافي هانا دابا الجنه ديالنا ارتاحت وهذا الشيء انا شحرتو زدت فيه بطاطا حتى كان حتى العتان زيد باش ما يتعجنش. انت شتي شحرتو مزيان ما بقاش فيه لا ما لا والو واقف وبرد وبرد. دابا غادي نعمر داك البطاطا من بعد ما قليتيها بشويه ديال الزيت خليتها حتى بردت عاد خلطتها باش ما تعجنش. دابا هاد العجينه انا غادي ديرا دغيا تقلات يعني بطحيتي دغيا كطيب تقلات غير شويه ماشي تحمرات عاوتاني بحال كما كيقلوها بحال الفريت حتى هي صافي طرخات. هي نقسمها على النص. دابا حيت درت العجينه غادي ندير بها شي حاجه اخرى غدا ان شاء الله. درتها في مره نخليها تما. هما دابا هاد العجينه مزيانه يستغلوها هاد العجين السحري يستغلوه يديروا فيه بزاف التشكيلات كيشوف فيه بزاف الحوايج. الا ما كانوش غيديروا به مثلا شي حاجه غدا كما غنديروا دابا المقادير نسحك ديال دانون ربع ديال الفورس شويه ديال الزبده شويه ديال سميتو الحليب المجفف كذلك. صافي هادشي درنا فيها المقادير وصافي درنا كاس د الماء وما دارو نص كاس د الماء. نجبد الفورص حيت مازال خاص شويه الفورص باش نصلح هادي نخليها هكا ترتاح وغادي نصوب هادي. دابا ان شاء الله نبداو نعمرو نصلح هادي باش طويله. ماما فين وصلتي؟ صافي انا صلحتها دابا انا صلحت هاد العجينه اللي غنعمرها بالحشوه هاد الفطيره وغادي نبدا نعمر. بسم الله نديرها بحال كندير بحال محنشه باش كتجي محنشه يعني مدوره محنشه نتيشتي نسيت الحشوة جات لذيذة عشان ما تعمري بيها. لا جات غزالة صافي ليها فين ما تعمري بيها زيد باش كنقادها كلها بحال هكا
صافي دابا ساليتي. صافي دابا انا عمرت هكا القياس اللي غادي ندير. دابا غادي نبدا نهز هكا نطوي بحال هكا نغلفها بحال محنشه. شتي بقات شي حشوه باقا ولكن الا عمرتها غادي تجي عاوتاني عامره بزاف. مابقاش بزاف مابقاش بزاف هذيك شي خبيزه صافي بحال هكا. تعاود تردي على الجنب الاخر. تعاود نردها على الجنب الاخر باش كنحاول نخليها دابا باش العجينه تلصق مع العجينه الاخرى. غادي نرد الجنب الاخر على هاد الجهه شتي. نرد هادو هادي هكا على هاد الجنب الجهه شتيها باش تلصق معاها بحال هكا شتي. وغادي ندير شويه الطحين باش ما تلصقليش باش تولي دابا مزيان بحال الكاميرا. بحال الكاميرا باش نحاول نحركها هكا باش ما تلصقش. نعرفها ما لصقاش. هادي دابا غنحاول نهزها باش نديرها في هاد الطبسيل. عاني قدها دابا انا قديتها هي. غادي دابا نصوبو داك التزيين ديالها. غنصوبو ليها التزيين ديالها ياك. غنصوب لها دابا التزيين ديالها ها الفرش. غنبقى ساعة ساعة انت كنفرشها الفرش باش ما كتلصقش ضروري. وما سرحتيها؟ اه هي مسرحه هي مغربه ما قفقه شتي. باصا ملي ملي كتصوب وكتحطها فوق من الفطيره كتجبد كتجبد راسها كتجبد. انت نبقى نضرب بحال هكا انت هي بحال هكا من البدايه. من البدايه من هنا ندوزها هكا ندوزها هكا ندوزها هكا صافي. اه صافي هنا ساليت. دابا تنهز هاد امسيه تتحركيها بعدا تشوفيها واش كتحرك واش كتحرك باش ما تلصقلكش بحال هكا. كتهزي هاد الثانيه الاولى لا الثانيه ياك تحت انت شتي. عاوتاني تتهزي هادي تعاوتاني ديريها لتحت ديما لتحت هكا انت كتهزي هادي كتعاوتاني ديريها في هادي انت كدير بحال الضفيره كتعاود تهزي هادي كتعاود تهزيها بحال هكا. دابا داك الدائره الحلقه اللي عندك في صبعك آه. ما كتحتاجش من فوق منها من تحت منها من تحت منها انت هكا من تحت باش عاوتاني كتجري حلقه جديده اللي كتحشي فيها اللي من مورا انت كتهزي هادي ديها تحت تجري بهاد اليد هكا. الا بغيتي بالعكس هكا تخدم بالعكس بحال بحال انت شتي. انا غير خدمتها لك هكا في الاول باش تبان لك انت هكا. هادو راه واخا يبانو لك صغار بعدا غتكبريهم بعد منها تهزي راه كتوسع كتوسع انت راه نكملو النهايه ونشوفو عاد ملي تقربي تكملي تكملي. اه انت ورينا انت شتي كتجي بحال الضفيره انت كتهزي هاد الخيط هذا دخلي في هادي شتي وتعاود تهزي هذا دخلي في هادي شتي. كتدخلي شي فشي اه تندخل وحده في وحده خدمتها من تحت شتيها. صافي دابا واجده اه. نديرها فوق الفطيره. نديرها فوق الفطيره ان شاء الله داك الصحه. الصحه ماما. نعم دابا نحطو فوق من هاد الزينيه ولا نحطو فوق منها. هادي هادي لي صوتها حطيتها ترتاح في الثلاجه الضفيره. الضفيره ديالها لكن نوع من انواع الزينيه اللي ما بغاوش يديروها الناس ماشي ضروري. اه ماشي ضروري دابا حنا غير كنديرو الزواق وصافي باش كتجي شكلا ومتزوج مقبوله صافي حتى نقادها ونعاود. قديتها ماما؟ اه قديتها هي على قد الحال. انت تقدري تقاديها احسن مني ان شاء الله. ان شاء الله نشوف المشاهدين ان شاء الله يبدعوا فيها سواء بغاو يديروها سامبل ولا هكا اليوم الاختيار. باقي صغير وهذاك اللي عنده سميتو لقينا راه تيصوب احسن من هكا. يلا بسم الله ندير لها غير الصفر ديال البيض. هانتي هانتي هكا بحال
باش تحمر في هذاك الزواق. باش تحمر مزيان في هذاك الزواق باش كتجي تعطي الفريون زوين. وجدات صافي هي وجدات، غنديرها دابا في الفران ان شاء الله حتى توجد. ما توجد بحال توسطه طبيعي. توسطه هي وجدات دابا هي وجدات، ولكن هذوك اللي زدت في التالي مازال هادو دابا حتى نزوق بهم مازال نردهم، غادي نخرجها ونحيد طابو من تحت. طابو من تحت وانا نخرج بعدا هادي غنطيب الاخرين بوحدهم. جات كتحمق. جات فينا جات غزاله. شوفها من الدار. هي طابت شتيها طايبه من داك الشرق فيها، وانا وجدت لها نديرها في هنايا بسم الله. بسم الله صافي نكمل لها الزواقه. نكمل لها الزواقه. بارك الله عليك. وجدات هي وجدات نشوفوها. هي داك الشرف فيها الله يعطيك الصحه. هادو هما داك الصغيور اللي درتي بداك الحشوه اللي بقات، داك الصغيور اللي درت بداك عمرتهم حتى هما بداك الحشوه اللي بقات لي. تفرجات ممتازه. جات زوينه بحال دابا شي ضايفه ولا بغيتي تفركسي على الفطائر هكا تصاوبيهم. وفي نفس الوقت ما كتكلفناش شي حاجه كثيره، يعني هي العجينه كتلعبي بها وكتعطيك منظر زوين. كتعطي منظر زوين. تبارك الله نعطيها تصلح وليداتك. مبدعه ماما مبدعه. تبارك الله عليك. وباش ما كان كتسوقي اللي عندك في الدار كاين بيض مسلوق، يعني الحاجه اللي بغيتي كتسوقي بها اللي عنده موجود درت الحال. حنا دابا هادشي عندنا موجود في الدار صوبنا به. تبارك الله عليك قطعنا منها. شوفوا على الداخل كيفاش جات. واخا غادي نبداو فيها دابا قبل ما نحطوها. لا ماشي مشكل، المهم نشوفوها الناس بعدا باش نحمسهم انهم تما يصوبوها. يا ربي السلامة. بسم الله هاتي شتي هي عامرة من داك الشرف. شتي عامرة سخونة داك تحرقك. لا غنردها باش تبقى زوينة باش نحطوها زوينة مقادة. مهم طبيعة الحال راه كتجي كيجي الشيش، تجي الشيشة غزالة من داك الشرف فيها وديدة. العجينة كذلك ها هي كما كيشوفوها كتجي رطبة. كتجي رطبة العجينة كتصوب بها أي حاجة ماشي. تبارك الله عليك ماما كلشي زوين. تبارك الله عليك فوصفة واحدة أخرى إن شاء الله كما العادة. الله يعاونك. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنساوش شاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.